بسم الله نبدأ وعليه نتوكل به نستعين منه سبحانه وتعالى دائما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. إذن أيها الحفل الكريم نحييكم من هنا من أرضية هذا الميدان من ميدان بوسمرة بهذا الصباح صباح يوم السبت الموافق أيضا السادس من شهر أغسطس لعام 2022 ينطلق الشوط الأول أول أشواط هذا الصباح تعلن انطلاقته ضمن شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان بسن الفطامين ليصفر حقايق. نتابع الصدارة نتابع المركز الأول مرموقة عبد الرحمن بن ناصر بن الحلاف الأحبابي. المركز الثاني تتقدم اليافل ناصر بن مبارك بن محمد بن زيتون المهيري. بينما المركز الثالث هنالك في ثالث الأسماء تتقدم في هذه اللحظات القادمة والمتقدمة في هذه اللحظات أيضا اللي هي نجود مبارك بن خلفان بن مطر الشامس. بينما المركز الرابع مياسة الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. المركز الخامس تتقدم هنالك مياسة أحمد بن سعيد بن خلفان المنصوري. ولكن البداية الله 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 مياسة 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 الدكتور سعيد بن سالم الشيخ من يقدم لنا مياسة على المركز الأول على البداية الأولى تندفع اندفاعة الفوز مع البداية مع أول الأشواط باحثة عن الفوز وعن الناموس. في هذه اللحظات تتقدم مياسة 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 بشعار الدكتور سعيد بن سالم الشيخ تذهب بأول الأشواط تذهب بأول الأشواط الرئيسية بأول الأشواط الصباحية. سلام مياسة سلام سلام الدكتور سلام تهانينا والناموس للدكتور سعيد بن سالم الشيخ على هذا الفوز. المركز الثاني كانت فيه نجود مبارك بن خلفان بن مطر الشامسي. المركز الثالث الشاهينية عبد الله بن خالد البلوشي. بينما المركز الرابع رابع الأسماء والشعارات المركز الرابع وصلتنا فيه ايضا اللي هي مرموقه عبد الرحمن بن ناصر الحلاف الاحبابي في رابع الاسماء هكذا. اذا مشاهدينا الكرام نعود بالتوقيت الزمني توقيت مياسه دقيقتين واربع ثواني سجلت معنا مياسه للدكتور سعيد بن سالم الشيخ.